أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم سوف نبدأ في قراءة كتاب سنة في قنا للكاتبة المصرية هديل غنيم. الفصل الأول، القاهرة، 7 أغسطس. سنة في قنا؟ مستحيل، أترك غرفتي ومدرستي وأصحابي والنادي سنة كاملة وأعيش في الصعيد؟ كيف أسكن عند جدتي رقية في بيتها القديم هذا؟ أوف، أتذكر كم كرهت رائحة هذا المكان آخر مرة زرنا فيها تيتا، ولا أريد حتى أن أتخيل شكل المدرسة ومن سيكون معي في الفصل. يا له من كابوس، يا له من كابوس. لكن تيتا رقية مريضة وأنا أحبها وأتمنى فعلا أن تتحسن ماما وأتمنى فعلا أن تتحسن. ماما تقول إن وجودها بجانب تيتا مهم لأن زوجة خالي مشغولة بالمولود الجديد، وطبعا لن تتركني أنا ودينا أختي في القاهرة وحدنا مع بابا لأنه يسافر كثيرا للشغل. ولأني أعرف طبع جدتي الصعيدية، هي لن توافق أبدا على ترك بيتها وأرضها، ولن ترضى أن تعيش معنا هنا في القاهرة مهما حاولنا، مع أن بيتنا أجمل وأكبر وبه وسائل راحة أكثر. إذا لا مفر، سأواجه مصيري في الصعيد وأمري لله. المسألة ممكن أن تمر إذا عزمت نفسي وأخذت معي أسلحة مواجهة الملل، دفتر الفضفضة هذا وكتاب وكتبي وأدوات الرسم وألعابي الإلكترونية المفضلة. وجائز جدا ألا أجد وقتا للعب، فالسنة الثانية الإعدادية معروف أنها صعبة وسأقضي معظم وقتي في المذاكرة. كنت أتمنى أن يكون عندي كمبيوتر، لكن بابا وعدني أن يشتري لي كمبيوتر بعد نهاية هذه السنة. بصراحة ستكون مكافأة مناسبة جدا على تحمل سنة العذاب هذه. شكرا، ونلتقي في الفصل الثاني.